فيها، عودة بن طالب، عودة بن دبكة الذي لم يكن في المنتخب الوطني في تربص الفارت، لم يلعب بالطريقة التي تتحدث على لاعب ضيع تربص واحد تقول لي عودة، لا ماشي بن دبكة يعني. بن دبكة يعود، ولي بن طالب بن طالب يعود، بن ناصر اليوم وحده في الشوط الأول، لكن لما شفنا تغييرات الشوط الثاني ما عدا بالليلي سوف نتكلم عنه وحده، أيضا دخول رياض، دخول سليماني، دخول زروقي في وسط الميدان أعطى كيس كي مونكي أو ديبي في ليكيب ناسيونال، يافي با ديكيليبر شيخ، التوازن لم يكن في وسط الميدان، لا أحد يعرف متى يخرج متى يدخل، شكون الأولاني أبار بن ناصر اللي كان يخدم خدمته سواء في لامورس دو بريسينغ يعني ديكلونشا دو بريسينغ، واحد ما كان يخدم مليح، كونوا صراحة. شكون اللي ما راجع هذا الشيء؟ راجع لعدم توازن، توليفة لم تكن متوازنة، أخطأ في التوليفة الأولى ما عدا بن ناصر الوطني أخطأ، نعم بيسر يخطأ ما يخطأش ولا إلا سألتك بقى. إيه في الشوط الأول، في الشوط الأول بن ناصر برز لوحده مع من نبيل بن طالب الذي أصبح أكثر حضور عند خرج بن ناصر، شد زدنا شفنا بن طالب أحسن من الشوط الأول، لماذا؟ لأن الأدوار كانت تقريبا نفسها بين نعم نضم لما تلعب ثلاث لاعبين عندهم نفس النزعه، ريكيبيري وطلع ريكيبيري طلع، تقريبا يمشوا في وسط الميدان بادوار يعني ادوار لما تريد اضافات تفضل. نعم يا شوف وسط الميدان ساعتي لا في نفس السياق برك نقول تفضل في وسط الميدان، علاش قلت لك انا في وسط الميدان؟ لو كان لعب بن ناصر هو امام المدافعين سمعتك، بن ناصر هو اللي يلعبك يشوف اللعب هو يمدد اللون، قلت لك معلوم يلبس كرة صغيرة وكرة طويلة. لما تشوف الأداء تاع بن طالب الرائع اليوم ما تقدرش تلوم كثير لما رجع هو سنتينال، يعني لما لعب هو لعب ارتكاز، بن طالب كان ممتاز اليوم بكل صراحة، لعودة مميزة، لكن فيه كذلك خلل في الهجوم، قدموا الناس ديلور براهيمي ديلور يتلقوا رابيدمون، صح الكرة وين كانت؟ غير من جهة والناس، صح ولا لا؟ صحيح. العب والناس العب، ما بان لا بن سبعيني على الرواق الايسر، ما بان ابراهيم على الرواق الايسر. شكون التعليمات؟ سامح لي. الوسط الميدان ما كانش تعليمات. لا 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 لما يكون اللعب موجه، نكمل برك. لما يكون اللعب موجه من جهه بن ناصر اللي قلت انت تمنيت يكون على الجهه اليسرى باش يكون لانيماسيون كوتي غوش احسن. بن ناصر بلاصه الدروات، شكون يبني له؟ دينامو شكون؟ صح شكون سيتي بن ناصر صح اللي يقوم هنا هنا عامل الناخب بيسر عامل الناخب اللي يعطيك تعليمات انا نعتقدوا انا نعتقدوا ما لعبوش واحد نعم ايه الكوتشين انا نهضر على المدرب الكوتشين تاع الناخب الكوتشين قبل المباراه قبل المباراه علاش قلت لك اليوم كنت نتمنى نشوف اشياء جديده لانيماسيون النشاط الهجومي النشاط الدفاعي كيف شكون يطلع بالكره شكون المعنيين بالهجوم شحال باش نهاجموا شحال سبعه خمسه سته شكون اللي يستناو ينتظروا احنا هذا الشيء ماشي كيما قلت انت نوعا ما انا نقدرش نقولها بكل احترام نقدروا نقول ماشي فوضى خالل في التوازن يا في با ديكيلي ما كانش اوفونسيف ديفونسيف ما كانوش اشياء مطبقه انا قلت لك فوضى لانه في الدقيقه 62 مثلا سبع لاعبين في مساحه صغيره بطريقه فوضويه كبيره صحيح. لا يمكن ان يحدث لمنتخب وطني بذاك الشكل لانه حسب سبع لاعبين على الرواق الايسر كلهم في مساحه صغيره يجب العوده يجب العوده والقول تفضل عوده بن طالب في وسط الميدان عوده ديلور لازم لهم دي روبان شحال عندهم ما جابش واحد عنده اربع سنين ما جاش وواحد عنده تقريبا عام ما لعبش هو كي جا كي كان ما كانش يلعب جميل دعني احول السؤال لسعيد حموش سعيد حموش لما يقول لك انه عوده لاعب منذ اربع سنوات مثلا عوده اوندي ديلور بعد عام هل هنا المدرب الناخب هو اللي يتحكم لك في طريقة اللعب في المنتخب كيف يلعب ولا يقدروا اثنين كما يقول لك مو من يغير لك كل شيء هل يقدر ام اعطيني انا نظرتك نعطيك نظرة ديالي كاين نشاط هجومي ما معناها النشاط الهجومي كي يطلع الكرة من الدفاع وسط الميدان 20 مثال اخرى و30 مثال اخرى شخصيه اللاعب فرضيه اللاعب امكانيه اللاعب الجانب التقني هنا اللي راح هو يصنع الفارق هذا الشيء هذا اللي نقدر نوزنوه وزيدنا هذا تلقى مهاجم هداف وكاين مهاجم لما شفنا الان يوم سليماني اللقطه الاولى الثانيه سجل هدف قناص نتكلموا بصراحه ولكن انا اليوم واش شفت ثاني لما دخل بالليل ودخل محاز ما شفناش حاجه كبيره صح
ما شفناش حاجه كبيره لا محرز ولا بالليلي صحيح. كان ديشي بالليلي يروح بالليلي يروح يشد الكره ويشدها حتى كله يصبح المهاجم تاعنا في المراقبه رجل لرجل باش يدير فتحه ولا هذا شيء ما هذا نديش انا بالنسبه لي نديش الشيخ سعيد اللي تقول الانانيه كي تشوف كي تشوف عموره عموره كي دخل كان يحوس على يعني الحلول الفرديه بصح كان يحوس كان يحوس بصح كيفاش يروح ليبيت يروح ليبيت ما يغلقش روحه في في الفليكوان كيما بحرز وكيما يوسف بليلي لو نتكلم بقناعه يعني وبصراحه اليوم عمورة اثبت باللي لاعب يقدر يكون عنده امكانيات كبيره وهائله انا وجوكر في المنتخب الوطني نعم ودخول زلوقي اعطى شأنه ما بين اكثر زي ما انتم سمعتوا ولسه الباقي حديث لسه نسمع كمان نشوف شو كمان تكلموا في وسط الميدان لا تنسوا اخوات وضع لايك والاشتراك باكثر حريه وكان كذلك حكيم لو شفت خويا سعيد يلطون تمام يخرج بالبالون كان يعني يحاول يخرج بالكره جميل بالطبع. سأفصل في مستوى كل اللاعبين بطريقه تفصيليه ربما نعم. للاعبين ولكن اريد ان اطرح سؤال من خلال ما تحدثون عن بالنسبه لرياض محرز او يوسف بليلي والمستوى المتراجع الكبير منذ فتره طويله بالنسبه للمنتخب لو تشوف لي تعود ترجع لمباراه الكاميرون كنا كارثيين من ناحيه كثير من الامور هل يجب ان نضخ دماء جديده واسماء تنافسيه جديده لهذا المنتخب ام انه يجب على المدرب وجايلك الشيخ حموش على انه هو المدرب اللي يخلق لنا طريقه جديده او لا. يسيب الحلول شوف. ماذا يجب حكيم تفضل هناك البعض يقول لم لا لعب 4 2 3 1 4 1 4 1 لعب 4 3 2 1 لعب خطره 3 4 3 لعبهم بزاف ما خرجتش علينا حكيم خرجت علينا غير اللعب المباشر 4 1 4 1 في غياب كما قلت انت الحلول الفرديه والحلول يعني اللاعبين ما كانش كما كنا نقولوا احنا زمان عندنا دوسي كيف عندنا لا هذيك حكايه نساها في 2019 خلاص نسى هذيك الحكايه لازم دوك نافونسيو احنا واش قلنا سي حكيم في جانفي قلنا يجب على بالماضي ومازال فيديو راهو في النهار ادخل قلنا يجب على بالماضي ان ياتي بالحلول ماشي قلنا جيب بنيطو جيب بنيطو هذا اسمح لي محمد يعني جيت اسم بركه مش تقول جيب سعيد حموج نجيب سعيد حموج لا حلول حقيقية وليست ظرفية ليس لأنني اليوم يتكلمون عن محمد عن بلفودين بعودته القوية في البوندسليغا نجيبه لأنه يجيبه علاش لأنه تحت ضغط واللاعبين اللي راهم هنا بونجاح وسليماني ما همش يسجلوا تحت ضغط يروح يجيبه ما كانش مشكل بصح حنا واش قلنا قلنا بن طالب في مباراة كاميرون لازم يكون واليوم لما تشوف الروندمون تاع بن طالب شوف الاهداف اللي سلكها داخل 18 متر خويا سعيد على مرتين وعلى ثلاث مرات يعني تقولي الحقيقه تاع اليوم ماهيش حقيقه تاع البارح وماهيش حقيقه تاع غدوه راني معاك بصح كاين حلول تخلق منافسه جديده هذا ما غاب عن